أعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن ترسية مناقصات ومزايدات حكومية تتجاوز 1,300,000,000 دينار في النصف الأول من العام 2021، وذلك وفقا لبيانات جديدة أصدرها المجلس، وهو ما يعكس حجم النشاط الاقتصادي الذي تشهده المملكة. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد علي بهزاد، الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات. أهلا بك دكتور. بعد التحية، هل من لمحة سريعة لأبرز نتائج ترسيات المناقصات والمزايدات الحكومية للنصف الأول من العام الجاري؟ السلام عليكم وشكرا على الاستضافة. في الواقع قام مجلس المناقصات والمزايدات خلال النصف الأول من هذا العام بترسية 1,070 مناقصة بقيمة إجمالية بلغت 1,312,000,312 مليون دينار بحريني. ظهرت النتائج ارتفاع في قيم الترسيات بنسبة 60% بالمقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ولم تقتصر الزيادة على قيم الترسيات فقط، بل شهدت أيضا ارتفاعا في أعداد المناقصات بنسبة 35%. وتعكس ترسيات النصف الأول من حيث الكم والقيمة مدى الاستقرار في العملية التنموية والخدمية بالمملكة واستدامتها تلبية لتطلعات المواطنين من جهة، وتحقيقا لأولويات الحكومة في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية في خطوط التوريد والإنتاج. وإذا نظرنا من زاوية أخرى، سيتبين لنا قيام المجلس مؤخرا بتوظيف مجموعة من الممارسات المتعلقة بكفاءة عمليات التنافس في المناقصات والمزايدة، تحقيقا لعدة أهداف، منها صون المال العام وزيادة كفاءة العمليات وتحقيق درجات أعلى من العدالة والتنافسية. وقد ساهمت توظيف هذه الممارسات ومؤشرات قياس الأداء المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية بتقليص متوسط عمر المناقصة أو المناقصات بحوالي 60 يوم، كما من المتوقع تقليص 50 يوم إضافية بعد إعادة هندسة عدد من الإجراءات من خلال توظيف الجيل الرابع من أنظمة المشتريات، والذي سنقوم بطرحه في مناقصة قبل نهاية العام الجاري. اللافت في نتائج عمليات المجلس هو المحافظة على وتيرة في التحسن بالعديد من المؤشرات الكفاءة الأخرى، مثل الانخفاض الملحوظ في عدد العطاءات المعلقة، تقليص الحاجة لتنبيه مواعيد إغلاق الصناديق، تقليص الحاجة لتنبيه صلاحيات العطاءات، بل وتقليص أيضا حالات إلغاء المناقصات. نعم دكتور بهزاد، يعني من بين أهداف المجلس هو استمراره في تعزيز التنافسية بين الموردين والمقاولين المحليين والدوليين باتباعه لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، حدثنا عن ذلك. في الواقع استمر المجلس ومنذ تأسيسه السير على نهج ثابت باتباع أفضل الممارسات الدولية، طبعا كل مرحلة بمرحلتها، في مجال المناقصات القائمة على المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية. وبناء على هذا النهج فقد انتهت محصلة النصف الأول إلى نتائج لافتة لعدة مؤشرات، أهمها أساليب الطرح المثلى للمناقصات والمزايدات الحكومية. فقد ارتفعت نسبة المناقصات العامة المطروحة لتصل إلى رقم قياسي، واللي هو 74.5% من إجمالي عدد المناقصات في النصف الأول من العام الجاري، هاي إذا قارناه مع 57% في 2018، 70% في 2019، 74% في العام الماضي. كما تراجعت وبصورة إيجابية التعاقدات المباشرة من 18 في 2018 وثباتها في 2019-2020 عند 10% إلى أن وصلت 4.2% هذا العام، متجاوزة بذلك أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالتعاقدات المباشرة. وشهدت أيضا نتائج عمليات المجلس النصفي انخفاض ملحوظ في عدد تعليق العطاءات، حيث شكلت العطاءات المعلقة 13.2% من إجمالي العطاءات المستلمة في النصف الأول من العام الماضي، لتصل إلى 5.8% من إجمالي العطاءات المستلمة في هذا العام. طبعا هذا الأمر ينعكس بدوره على تحسين العديد من المؤشرات الأخرى كما ذكرناه سابقا. نعم سعادة الدكتور محمد علي بهزاد، الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات، شكرا جزيلا لك.